وعندنا كل ما تتمناه، ميسي كافاني وحب سوتيه شيتوتو ده مطعم فيه ايه؟ مهم شيتوتو ايه؟ مطعم فيه ايه؟ مهم عندنا برضو عواطف شطة احلى في رجل التيك واللي بيقطع شيتوتو شيتوتو عندنا سلطة على انتخابات لو مش عايز نام وتغطى شيتوتو شيتوتو عندنا كوسة وعندنا قرع ده احنا الاصل وملناش فرع عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع زي ما تجيش زي ما تجيش زي ما تجيش بالمايوهات او بالترابيش بالمايوهات او بالترابيش عندنا اكل فوق الترابيزة تحتها برضو تلاقي تحابيش شي تطو تطو مطعم ايمالو تطو وهم هم وتيتي تطو مطعم فيه ايه هم هم اجمل سمعة لدنيا الدمعة عندنا هنا والعالم سامع عندنا شوربة تنسي الغربة وافكار طازة جريئة ولامعة عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع وحدنا الكوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع يا سيدي شاي وشيشه تفاحه يا باشا تفاح ايه يا ابني الشباب اللي بيشربوا الايام دي تفاح وموز وبطيخ وكنتالوب والحاجات دي ما تنفعنيش انا عايز شيشه عجبي طنباك يعني والشاي يكون بالقرنفل مفهوم احلى مزاج يا سيدي باشا عينيا معقوله جراد اسراب جراد ماليه البلد يا ساتر يا رب ده جن منين ده يا استاذ يا نجم يا اخ ما تحاولش معاه ده في ملكوت تاني خالص انا بقالي ساعه بناديله واشاور له وهو ولا هنا تلاقيه واكل سندوتشين جراد كابتن على مراوح مخه انت يا استاذ نعم يا فندم بؤمر صح فندم ايه بس ده انت شكلك في البلاله خالص كنا عايزين نغير تغير المطعم يا فندم ايه اللي مضايق سعادتك لا احنا مش عايزين نغير المطعم احنا عاوزين نغير ال ايوه تغير الترابيزه انا هقعد سعادتك في ركن زي الفل يا سيدي لا ترابيزه ولا مكان احنا عايزين نغير الحجر طب ما سعادتك تقول كده من الصبح خد يا ميت ثانيه واحده غير لك الحجر بس بسرعه عشان مش عارفين نغير عينيا الاثنين لا انا بحب الكنتالوب اكتر طبعا جربته كتير لا لا اسمعي يا ابني اوامر سعاده المستشار يا ابني بالراحه شويه
انت عامل زي القضاء المستعجل. اظبط فراملك بدل ما تقلب الدنيا عليا. حاضر. انا مش كنت طالب شاي؟ فين الشاي؟ لا شاي يا فندم، اهو شربته. نعم اخويا شربته. انا شربته ليه؟ فاكرني مجنون بخرف عندي زهايمر؟ طيب يا سيدي هفترض معاك ان انا شربت الشاي. انا طالب شيشه تنبك. فين الشيشه تنبك؟ ما في ايد سعادتك ايه يا باشا. طب ايه رايك بقى؟ انا ما شربت الشاي. خلاص يا فندم نجيب شاي تاني. مفيش تاني، اولاني. وبقول لك ايه، بلاش الشاي، هات لي قهوه. قهوه على الريحه. اتفضل. عجبك الكنتالوب؟ يهوز. في كمان معسل موز، في معسل كريز. تجربي؟ يا ريت. ده في كمان معسل بدنجان حكايه. ايه ده؟ في معسل بدنجان؟ يابا يا ساتر يا رب. ده سؤال يعني محتينا في تشي توتو ده. يا ابراهيم واحد شيشه بدنجان بسرعه. لا اي باشا يؤمر بحاجه؟ لا ميرسي يا مستر نجاتي، انا ما بدخلش خالص. يبقى سندوتش معسل قص. لا لو عندك عصير تفاح يا ريت تجيب لي واحد. يا ريت. منين؟ انت عارف الضغط جامد قوي، التفاح السنه هنا بنطحنه ونعمله معسل عصير تفاح. ما في ضغط جامد قوي يا فندم، الناس دلوقتي لا بتاكل ولا بتشرب، كله قاعد ماسك الشيشه ويشفط ويعبي. امال ايه الريحه دي؟ ايه؟ ايه دي؟ منين دي جت؟ لا 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 لا، ده مش كباب يا فندم، دي ريحه معسل كباب. معسل كباب؟ احنا يا فندم بنجيب اللحمه نطحنها ونفرمها ونتبلها بالملح والبصل والفلفل والثوم ونحطها على حجرايه قد كده اهو، ونجيب فحمايه قد كده مولعه ونحطها فيها ونشد نشد نفس جابت. لا اللحمه ولعت واحمرت وهببت واستوت وبقت ولدن. امال ايه ده؟ ده الاستاذ مازن الدغوجي من الكويت، ده زبون مستديم عندنا هنا يا فندم. وكل ده خلطوم؟ والشيشه في الكويت. اصل الدكتور قال له ابعد عن التدخين بقدر الامكان. طب مش هتولع لي الحجر بقى ولا ايه؟ حالا يا فندم، اصل احنا عندنا هنا التقاليد في المطعم، في نظام للشيشه بنطلق عليه شيشه سيستم، لازم كل الزباين مع بعض، السحب مع بعض، الدخان مع بعض، الكركره مع بعض، كله مع بعض. اتحاد قوى الشعب الخامل. شد اسحب طير طلع منا حشيشك كروكس هنكر بنكر غير مش هنحوشك. شد الشيشة دي هي اللي ماشية المحل.
احنا بنكسب حاجه من الاكل والشرب يا راجل. الشيش هيعادل ده، انا معايا مواد جديد مخصوص عشان يخترع لي معسل جديد. ده عامل لي حته معسل بالجبنه الرومي حكايه، ناوي انزله على الصيف. وبفكر كمان انزل معسل دايت، ده هيبقى بالطوابير وسعره ضعف السعر العادي. طب الفحم ده مش ممكن يحرق المطعم وتبقى مصيبه؟ مصيبه ايه؟ بلاش التشاؤم ده يا عادل بيه. وبعدين يا راجل انت بتشتغل مع ناس محترفه، انا مشغل عيال هنا ايه اسماء كبيره يا بابا، جاب عيال ما يمسكوش الفحم بالمشة، الواد يمسك الفحم بايده تشم ريحه الشياط وايده منوره ولا يفتح بوق. طب والدفاع المدني افرض جم هنا وعملوا لنا مخالفه؟ يا راجل مخالفه ايه؟ طفياتنا وخراطيمنا على اعلى مستوى. احنا لو كنا خدنا خبر باللي حصل في 11 سبتمبر بس اتصلوا بيا قبلها ب10 دقايق وشرفك كنا طفيناه. طب والامن الصناعي؟ مداخن شيتوتو لا تقارن الا بمداخن اكبر مصانع في لندن. احنا عندنا فلاتر بتمص الدخان وتحوله لمعسل تاني يرجع يترص قدام الزباين. وبعدين احنا بنرش ماده ضد الحريق، بنرش الكراسي والترابيزات حتى الزباين بنرشها. مش قادر افهم، مش عارف يعني ايه اللي حصل للناس. الناس ما كانوش كده يا اخي، الستات والرجاله والشباب الصغيرين شيشه شيشه شيشه. الشيشه هي الطقس الديمقراطي الوحيد اللي بيمارسه المواطن في حياته. ازاي بقى يا سنجاتي؟ اقول لك انا ازاي. الزبون بعد ما يشرب الشيشه ويقعد وينبسط بينادي للجرسون ويقول له يا ولد بكل ثقه غير الحجر. الجرسون يغير ويغير، وبالتالي هنا الزبون يبقى عنده قدره على التغيير غير متوفره للمواطن العادي اللي ما بيشربش شيشه. اديها دي الفقره الخامسه من كتاب الاول التغيير بين التفاح والكنتالوب. وكمان نجاتي هتالف كتب من عشر الام يا عادل بيه. مستر نجاتي في يا سعيد؟ في ست تريلات وصلوا بره. ست تريلات بتوع ايه؟ جايبين معسل يا بيه. ست تريلات جايبين معسل؟ دول بيتشدوا في يوم على المغرب يكونوا خلصوا. الفحم وصل ولا لسه؟ الفحم ده بصراحه بقى مستر نجاتي ده مشكله. طب ما كلمتوش المنجم ليه؟ بعت لكم الطلبيه. ما منجم 10 طن فحم استهلاكنا اليومي، عشان كده على الاقل لازم نكون متفقين مع منجم عشان يكفي المطعم. خد الشطه في المخازن يا مستر نجاتي. ابعت التريسيكل يجيب الطلبيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مطعم تشيتوتو يبعت تريسيكل علشان يجيب طلبيه المطعم؟ دول كل يوم 2 كيلو خيار، 2 كيلو خس، 2 كيلو طماطم، بعدين ما حاجات ما عليهاش طلب وبيبوظ والله. ولا روح استلم المعسل اجري. حاضر. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم. معقول مطعم طويل عريض عايش على الشيشه؟ الشيشه دي بقت الشيشه دي بقت وباء. وباء قوم عند قوم فوائد. حجر المعسل تكلفته لا تزيد عن 20 قرش بفحمه بمعسله بكله. عارف ده بيتباع بكام؟ بيتباع ب7 جنيه. الشيشه مكسبها اليومي 20,000 جنيه. نجاتي انا من اشد المناصرين لوجود الشيشه في مطعم تشيتوتو كطقس ديمقراطي حقيقي. نجاتي وصيلي على الاستباحه. شكرا. الله حلو قوي المعسل ده يا نجاتي. نوعه ايه المعسل ده؟ ده باللحمه المفروم. وده يبقى مغذي؟ حوامشي. ده لا يعمل كرش ولا يتعب لك المعده. عادل بيه في واحد عايز يقابل سعادتك. مين ده؟ استاذ حلمي عبد الفتاح يا فندم من وزاره البيئه. حلمي عبد الفتاح ده حبيبي يا صاحبي. خليل اتفضل. خليل اتفضل. اهلا وسهلا حلمي بيه. اعرفك يا نجاتي حلمي بيه عبد الفتاح مدير مكتب وزاره البيئه. انا عارفه يا راجل. اتفضل 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 حضرتك. اتفضل اتفضل. هات هنا حلمي بيه يا ولد. اتفضل. انا الحقيقه اللي جابني عادل بيه العيش والملح اللي بينا. انا مش ناسي ان انا عملت عيد ميلاد بنتي ساره عندك هنا. خير يا استاذ حلمي؟ خير ايه يا راجل، انت دريان بالدنيا، ما بتقراش جرايد ولا ايه؟ ليه؟
ايه اللي حصل؟ معالي الوزيرة اصدرت قرار بمنع الشيشة نهائيا في جميع المطاعم. يا خبر منيل، ده احنا هنشحت. دي قفلت لحد دلوقتي 35 مطعم، وسمعت امبارح بس ان هي جاية النواحيدي. لا النواحيدي، لا الا النواحيدي، احنا هنا واخدين تصريح بالشيشة. الظاهر انك انت ما تعرفش معالي الوزيرة نادية ابو سنة. معالي الوزيرة طلقت جوزها علشان كشفته وهو بيشرب سيجارة في الحمام، ومعها قانون مقدماه في مجلس الشعب يحق للزوجة انها تطلق جوزها لو كان بيدخن. طلقته عشان قفشته بيدخن؟ امال لو ظبطته مع واحدة هتعمل له ايه؟ ولا حاجة. هتعمل ايه؟ معالي الدكتورة ما يهمهاش غير البيئة والتلوث. حاولت للتحقيق 3 مرات وخصمت من مرتبي شهر كامل عشان عطست في مكتبها. أول وزيرة فرضت على موظفيها إن هم يستحموا 2 مرات في أوقات العمل الرسمية. وإيه اللي فكرها بينا الست نادية أبو سنة الدكتورة وزيرة البيئة دلوقتي؟ أنت عارف أصحاب المحلات بيغيروا من بعض، بيأسفلوا يعني. أنا عن نفسي كاتب في الملف بتاع مطعمكم إن هو مطعم صديق البيئة يحارب التلوث، لكن يظهر ولاد الحلال وصلوا كلام غير ده خالص، عشان كده هي هتيجي بنفسها. حلو قوي. في ايه؟ ايه ده؟ اصلها بالفلفل الاخضر عشان كده حاميه شويه. معالي الوزيره لو جت بنفسها وشافت الوضع ده مش هتقفل لكم المحل، دي هتسجنكم وهتسجنني انا كمان، وهترفدني ومش هتسيبني في حالي ابدا. معالي الوزيرة لو لقيت هباب الدخان في الجو هتعتبره تلوث للبيئة، وطالما هو تلوث للبيئة يبقى دمار للبلد، وطالما هو دمار للبلد يبقى خيانة لمصر، وطالما هي خيانة لمصر تبقى قضية خيانة عظمى، يا إما إعدام يا إما مؤبد. ودي ناوية تيجي أمتى إن شاء الله؟ الحقيقة احتمال تيجي بعد بكرة، لأن بكرة عندها اجتماع مجلس وزراء. يبقى بعد بكرة حلها حلال. ايه الحاجات دي يا نجات؟ كلنا أصدقاء البيئة. مدام اصدقاء البيئة، الشيشة دي موجودة هنا ليه؟ بره المطعم ملناش دعوة بيها، القانون بيقول الشيشة جوه المطعم تضر البيئة. أنت مذاكر قانون حماية البيئة كويس؟ عادي البيئة، أنا راجل طول عمري بيئة. أنت هتوديني في داهية. يلا يا ابني شيل الشيشة دي. تعالى بس، هش ارجع مكانك، ارجع مكانك. شيل إيه بس يا عادل بيه؟ ما يمكنش، الله، الزبائن ماسكين طرف تاني من الناحية التانية. الوزيرة جاية بكرة وأنا مش عاوز مشاكل. جيتها دي بخسارة علينا. حاضر يا سيدي، حاضر. هضطر بعد كده ابعت الشيشة ديليفري او تيك اوي. استقال بيه. شوفي بقى يا منى، انا بصراحة كده في موضوع نفسي افتحك فيه. قول يا حبيبي. يعني ما تقول. طب بس ممكن اجرب الشيشة دي؟ اسم الله عليك، اشرب مية. اشرب. الحمد لله. شوفي بقى يا منى، انا الحقيقه من اول يوم شفتك فيه وانا اشربي ميه. يا الحمد لله، انا كنت هتخنق. بصي بقى يا منى، الموضوع اللي انا كنت عايزه افتحك فيه المره اللي فاتت، الجم بتوع المطعم وقالوا في حريقه وخضونا وفزعونا فما عرفناش نتكلم. لا النهارده هنعرف نتكلم. الراجل ده بيبص لك غريب. ما اعرفوش. ما تعرفيهوش؟ ولما ما تعرفيهوش امال ما نزلتش عينه من على ظهرك ليه؟ ملناش دعوه بيه. يعني ايه ملناش دعوه بيه؟ ده راجل سافر، ازاي يركز عليكي وانا معاكي؟ وبعدين معاك يا اخي، احنا جايين نتكلم مع بعض ولا جايين نتخانق؟ لا وديني لو ما احط نفسي بالشيشه ده تنمني عينيه. لا ده انا غلطانه فعلا ان انا خرجت معاك. انا ماشي. يا سلام، شكلهم يفرح ولا باين عليهم اي حاجه. طب
سياده المستشار بيشرب عصير برتقال، لازم الشاليمون يبقى طويل والعصير بره. مال العصير ومال البيئه؟ يا ابني ده ملوث اكتر من اي حاجه في البيئه، مش فيه مكسبات طعم، فيه مواد حافظه، اللون الله اعلم اصله ايه. نفسي اعرف معاليكي غيرتي خط السير ورجعتي عربيه الحراسه رغم ان معاليكي عندك اجتماع مجلس وزراء النهارده. عايزه اشوف المطعم صديق البيئه ده شكله ايه يا فندم. لا 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 ايه ده، ابعد، قلت لك 100 مره تتكلم معايا من بعيد عشان النفس. ايه القرف ده، كلمه هو، كلمه، بلاش تتكلم في وشي. انا اسف. نعم، عايز ايه؟ المطعم ده يا فندم انا لما شفته كان لسه فاتح جديد وما كنتش عارف هو وصل لايه، لكن يا فندم في اماكن جديده بتتفتح بتبقى ملتزمه بالقوانين انت عاوز ايه؟ قصدك ايه يعني من غير رغي؟ قصدي اقول يا فندم. ايوه، التقرير اللي انا كتبته لسعادتك انا. التقرير. يعني قصدك يا استاذ حلمي ان التقرير اللي حضرتك كتبته لما كتبته كان المطعم لسه صديق للبيئه، مش كده؟ مظبوط يا فندم. لكن دلوقتي للاسف انت مش عارف بقى اذا كان لسه صديق البيئه ولا لا. الله ينور على معاليكي. يعني استاذ حلمي انا عاوزاك تجاوبني بصراحه، حضرتك لما كتبت التقرير فعلا كان المطعم فعلا صديق للبيئه ولا صديق للعيله ولا صديق لحضرتك يا استاذ حلمي؟ ما اسمعش. مش معقول، انا قلت 100 مره النفس النفس عشان البيئه يا ابني، بلاش عشاني انا. وبعدين مش معقول الشين كل ما بتقولها بتطلع جراثيم ورذاذ مش طبيعي. بلاش بلاش عشان ما تفتكرش ان انا مستقصدك. عيد ميلاد بنتك انت يا استاذ حلمي، ساره، مش عملته هنا في المطعم ده؟ وتاني يوم طبعا الصبح رحت رازع لي التقرير، يا المطعم صديق للبيئه و و الى اخره، مش كده؟ دي رشوه صريحه، دي خيانه عظمى، وانا لن اتوانى ان انا اطالب باعدامك في ميدان عام يا استاذ حلمي، فاهم؟ اديله كلينكس حط على وشه بسرعه، هيجيب لنا اوراق على الصبح. قرف. وحدتيني روح المتشكل، لا مش ممكن. حاضر يا فندم. هيلوث خرب حالها. لا اسمعوا، انا هخش اشوف المطعم ده، اوعى حد يجي ورايا، فاهم؟ جبت النمره يا فندم. برافو عليك، خليك هنا يا استاذ حلمي، اوعى تتحرك. ولا هروح فين يا معالي الوزيره؟ يا ساتر، اديني انا اوريكوا يا خبر. يا اخوانا يعني هنا مفيش حد ولا ايه؟ يا ناس. مين؟ انتوا كام فرد؟ طب انا لوحدي. لوحدك؟ ايوه. امال انا حاسس ان في حد وراكي. لا حفر ايه حضرتك، ما حدش هيشوف حد من الدخان اللي احنا فيه ده كله. ما هو الدخان ده يا فندم احنا عاملينه مخصوص وما نقدرش نعمل تهويه عشان خاطر الزباين، لازم الدخان يدخل في صدرهم يعبيه وينبسطوا. اتفضلي حضرتك، اتفضلي حضرتك، بس حاسبه تدوسي على اللي. على ايه؟ على اللي، عشان ده الزباين بيشدوا، فلو اللي اتكتم نفسهم هيتكتم. يا ساتر. اتفضلي اقعدي. حاضر. فين؟ اقعدي. حاضر. دي الترابيزه. لا تعالي هنا بقى هنلاقي الكرسي. ايوه اهو. اتفضلي يا فندم، اتفضلي سعادتك. يا اهلا وسهلا. هنا التشيتوتو نور. شكرا شكرا. اهلا يا فندم، اعمل لك بقى سعادتك واحد باللحمه المفرومه ولا واحد بالجندوفلي؟ هو ايه ده، انا عايزه صاحب المطعم من فضلك. هو فين؟ ما هو انا شريكه يا فندم بنسبه 6%. لا من فضلك بس تروح تندهله لان انا جايله مخصوص. حاضر يا فندم. حاضر. عادل. اي عادل، انا نجاتي، في موز عايزاك، خلي بالك في الطريق وانت جاي. ها عادل سامعني؟ ايوه خلي بالك عشان في مطره في الركن الايطالي وفي سحاب فوق الضباب. ايوه اهلا وسهلا يا فندم، شرفتي مطعم تشيتوتو. عادل نور صاحب المطعم. اتفضلي الكارت بتاعي. شكرا، ميرسي قوي. ميرسي.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا. اتفضل من فضلك، عاوز اتكلم مع حضرتك شويه. يعني انت تأمر يا فندم. طبعا انا ماليش لازمه بقى، العزول يمشي، بس شويه غرام في الدخان انما ايه. يلا 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 انا بقى اعمل لكم شويه اغاني حلوه كده. بيتك يا ابراهيم يخرب بيت هنا. تشرب ايه سعادتك؟ لا 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 شبيه انا المسؤول بقى، تخليكوا في حالكم، انا اجيب لسعادتك واحد معسل بالرز بلبن بالمكنسره ما حصلش. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده ايه النور الهلال؟ بس شويه بس ابعد شويه عشان النفس، يعني عندي شويه. الحقيقه انا سمعت كتير عن المطعم بتاع حضرتك فعشان كده جايه مخصوص. يعني ده مطعم تشيتوت، والله ينور بوجودك، بس ما تعرفتش لسه. لا ان شاء الله هتتعرف، بس قبل ما تعرف انا مين الحقيقه، انا كان نفسي قوي انك تكون صريح معايا شويه. انا يا فندم كتاب مفتوح، بس سعادتك يعني من كتر الدخان مش عارفه تقريه كويس. بقول لسعادتك ايه، هنا الجو مش لطيف، الدخان خفيف، انا مش عارف اشوف ملامح حضرتك بشكل جيد، فايه رايك نروح الجاردان لامور؟ هناك الجو لطيف جدا وجميل وهقدر اشوفك كويس. أشوف كويس قوي. اتفضلي من هنا. اتفضلي حياتك. اتفضلي حياتك. خلاص طيب حاضر. اتفضلي 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 اتفضلي. هنا الجو ألطف، مفيش داعي بقى للنور. أهلا وسهلا. أهلا. والله أنا مش هطول على حضرتك، أنا الحقيقة كنت بفكر إني أفتح مطعم يعني، وكنت محتاجة الحقيقة مستشار فندقي يعني عشان يقول لي أعمل إيه، وطبعاً أي مقابل مادي حضرتك عايزه أنا تحت أمرك يعني. سعادتك اخترت الشخص المناسب فعلاً. بس المشكلة الحقيقة الناس بتخوفني شوية من الإجراءات، يعني بيقولوا مثلا في مشاكل بتيجي من الجهات الحكومية مثلا. لا 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 ما تحمليش هم، أنت تفتحي المطعم وتحطي في بطنك بطيخة صيفي، كل المشاكل دي ليها حلول عندنا. شوفي أي حاجة خاصة بالهيئات الحكومية ورقك فيها لازم يبقى مظبوط، وإحنا ولله الحمد عندنا ناسنا اللي بيظبطوا لنا كل شيء بأمر الله. عندك مثلا طفايات الحريق، بتوع الدفاع المدني ييجوا علشان يفتشوا على طفايات الحريق، يشوفوا الطفايات، يكتبوا التقرير، يمضوا، ياخدوا اللي فيه القسمة والنصيب ويتكلوا على الله. بعد ما يمشوا احنا بنبعت الطفايات على المطعم اللي جنبنا، والمطعم اللي جنبنا يبعتها على المطعم اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه، يعني الحي كله ده مطعمه شغال على طفايتين اتنين بس. يا سلام. طب والناس بتوع البيئه مثلا ما بيعملوش مشاكل؟ بتوع البيئه دول اصحابي حبايبي، دول كلهم بقى في جيبي الصغير. حلم عبد الفتاح مدير مكتب وزيره البيئه ده اخويا حبيبي، احنا الاثنين كده مع بعض. الوزيره جايه تفتش، تليفون من حلم بيه عبد الفتاح، عدوله خد بالك شاكيرة في التدويرة، دي كلمة السر. شاكيرة في التدويرة يعني ايه شاكيرة في التدويرة؟ شاكيرة يعني الوزيرة، والتدويرة يعني نواحي، جاي نواحينا يعني كده. شاكيرة وبتعملوا ايه بقى ساعتها يعني؟ لا احنا هنا مدربين العيال بتوعنا على خطة متوازنة جدا، في عربيات نقل واقفة بره شغالة طول الوقت، الحاجات دي كلها اللي بتدور البيئة تتلم وتتحمل على عربيات النقل وتتكل على الله. وساعتها بنبقى حماة البيئة، بنحب البيئة وعين في غرام البيئة. طيب حضرتك قولي بقى بعد ما هي تمشي بقى يحصل ايه؟ عادي جدا، سعادتك كل شيء يرجع كما هو وكما كان عليه. يا سلام. ده شيء هايل جدا. طب والوزيرة مثلا، افرض الوزيرة دي عرفت ما تعرف هتعمل ايه يعني الوزيرة دي؟ هتعمل ازاي يعني؟ ما حضرتك ما تأخذنيش يعني، بيقولوا انها محبكاها شوية يعني. محبكاها؟ ساعتك بتستخدمي ألفاظ رقيقة ومجاملة جدا، محبكاها دي حاجة بسيطة قوي، ده ست مؤذية. عارفة ساعتك يعني ايه مؤذية؟ مزاجها كله انها تقفل المطاعم وتخرب بيوت الناس، ده محدش طايقها، ده الناس بتكرهها كره العمى، الناس بتدعي عليها ليل ونهار. الناس بتدعي عليها؟ بتدعي عليها ليه؟ عشان عايزة تنظف البيئة؟ أنا مش فاهم حكاية البيئة ووزيرة البيئة ووزارة البيئة، ما كنا طول عمرنا عايشين من غير بيئة ولا وزير البيئة ولا وزارة البيئة. هيا معسل الرز بلبن يا فندم، خلص كله عليه ضغط غير طبيعي، اللي فضل معسل المانجا هيعجب حضرتك قوي جربيها. الشيشة بره على فكرة، بس عشان الولاية الكركوبة بتاع البيئة جاية هتيجي تقرفني، أنا ما سعادتك شدي هنا واللي بتاع حضرتك. شد إيه بس؟ شيل بس. شيل القرف ده، شيل امشي. شيل 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 شيل.
اقعد انا جاتي ست هانم عاوزه تفتح مطعم. الله دي جايه تنافسنا بقى. لا تنافسنا ايه، انا جاتي ده الست اختارتني انا المرشد السياحي الاول ليها. وانا فندم شريكه بستة من عشرة في المية، يعني ممكن اساعد سعادتك بنسبة ستة من عشرة في المية. والزبالة بقى بتاعت المحل بتودوها فين، بترموها فين يعني؟ زبالة ايه، احنا مالنا مال الزبالة؟ لا اصل الهانم خايفة يعني من الهيئات الحكومية والامن الصناعي والبيئة والمدني والحاجات التافهة دي. الزبالة احنا بنرميها في النيل. في النيل؟ النيل يا ما بيشيل، ومع ذلك فاتورة الزبالة بتجيلنا. تخيل يا هانم بيجي لنا فاتورة الزبالة 5000 جنيه. شفت الظلم والجبروت؟ مش معقول ايه كمية الدخان الفظيعة اللي في المحل دي، يعني اقول كل ده من الشيشة مش ممكن يعني. اصل احنا يا فندم بنشوي كل حاجتنا هنا، الفراخ واللحمة كله على الفحم. ايوه بس في ريحة مش طبيعية، في ريحة غريبة شوية الحقيقة. والله يا فندم احنا بنحرق شوية بخور كده عشان الحسد. لا لا مش ريحة بخور، لا دي حاجة فيها كمكمة كده، مكمكمة. واضح إن الهانم مناخيرها عالية أوي أوي. فعلاً يا فندم معاك حق، أنا أقول لحضرتك على الحقيقة، هو فعلاً ده مش بخور، هو ده زيت مقلي، بس مقلي قديم. الريحة بتبقى كده لما يتغلي أكتر من 100 مرة، عشان كده بتبقى الريحة. حضرتك شكلك كده نفسك اتفتحت عشان تاكلي حاجة مشوية على الفحم. أشويلك إيه يا موز على الفحم؟ والله أنا أحب إن حضرتك تشويلي الأستاذ عادل وحضرتك على سيخين حلوين كده. عايزين أشويك. أنا تخيل بقى أنا وأنت الاتنين محطوطين في سيخين كده وبنلف على الفحم ونشوي. قطعت النطشات بس أنا أحب أتسلق. بس بقى إيه؟ كفاية تهريج بقى. حضرتك كنت عايز تتعرف عليا مش كده؟ اعرفك بنفسي، انا الدكتوره ناديه ابو سنه وزيره البيئه. فوزي استنى، انا لن اكتفي ان انا اقفل لكم المحل ده، لا لا انا هحبسكم وديني انتوا الاثنين، ومش بس كده انا هرفع عليكم قضيه ب 100 مليون جنيه تعويض يا ملوثين اعداء الوطن. ابوس ايدك يا معالي الوزير. أنا أبوس إيديك ورجليك يا ست الوزيرة. بقول لكم إيه، مفيش رحمة. أنتوا عايزين نرحمكم؟ وأنتوا ما رحمتوش الناس ليه؟ أنتوا عارفين في كام حالة التهاب رئوي في مصر بسبب الدخان اللي أنتوا عاملينه ده؟ أنتوا أبشع وأنيل من كل المجرمين اللي في مصر، كل المجرمين اللي عايشين في البلد وبيدمروا فيها، كل الجواسيس والحرامية اللي سرقوا فلوس البلد دي وهربوا بيها. أنتوا هقول عليكم إيه؟ كلمة مجرم حتى، عارفين كلمة مجرم؟ قليلة عليكم. ما تكفيش التعبير اللي ليه عليكم. انتوا اكتر كلمه تمشي معاكوا عارفين ايه؟ انت هو مجرد ملوث. انا فندم ملوث بنسبه 6 من 10%، انما هو صاحب المحل فتلويث وملوث لبوث. والله يا فندم انا كنت عاوز الغي الشيشه، بس هو اللي اصر. ده هو ده مدير المحل. لا 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 معلش اهدوا انتوا الاثنين علشان ما ترموهاش على بعض. انتوا الاثنين هتتحبسوا، ومش انتوا لوحدكم، لا ومعاكم شريكه في الجريمه الاستاذ حلمي عبد الفتاح بتاع شاكيرا في التدويره، مش كده؟ شريكه والمحرض الاساسي في التلوث. ارجوك يا معالي الوزيره، احنا اسفين، احنا عاوزين نتصلح، اعتبرينا متعثرين زي المتعثرين بتوع البنوك اللي بياخدوا فلوس ويهربوها بره والحكومه تسامحهم وتسمح لهم بجدوله السداد. اعتبرينا متعثرين متلوثين. انا معالي الوزيره مستعد والله العظيم اكنسلك الشارع، اودي لك العالي المدرسه، اقور لك المحشي، انا انضف لك الدنيا، والله ما هتأخر عن أي حاجة يا معالي الوزير. طيب على عموم الحكمة بتقول ابدأ بنفسك أولا. ده جهاز بيقيس نسبة التلوث في المكان، بيحددها بالظبط. شايفين المؤشر عامل إزاي؟ عايز يكسر الجهاز ويطلع. طيب اسمع، أنا هسيب الجهاز ده هنا، وبكرة شاكيرة هترجع لكم في التدويرة، واخد بالك أنت وهو؟ هرجع أبص عليه. شوفوا بقى لو المؤشر ده زاد حتة صغيرة عن الزيرو مش هيحصل لكم. طيب انتوا الاثنين فاهمين؟ يلا يا ملوثين. وقعت يا حلمي، شاكيرة في التدوير. ها ماشي حاضر بقى، انت اللي كنت بتديهم معيد التفتيش المفاجئ الوزارة بتعمله. ها معالي الوزيرة يا دكتورة،
اعمل فيا اللي انت عايز تعمليه. البيبي تعتعجل العربيه وتدوسي عليا بالعربيه. ادوس عليك بالعربيه عشان انت تموت وجثتك تلوث لنا الشارع صح؟ تعب انتحر وارمي نفسي في النيل. هو النيل ناقص ارجو كفايه تلوث بقى. انت وكل اللي زيك لازم تنعزل وفي سجن خاص بالملوثين اللي زيكم. وديني وديني يا حلمي لا تشوف نتيجه عملك ده. اطلع يلا. اطلع الوزاره يا فندم. لا اطلع النائب العام. يلا اطلع. يا سلام اهو كده فعلا مطعمنا صديق البيئه. يا سلام اول مره اشم في المطعم هوا نظيف. فعلا الحياة من غير شيشة بديعة وجميلة. نجاتي ايه اخبار الايرادات؟ ايرادات يا راجل؟ الايرادات انضف من البيئة لاني ما فيش شيشة. نجاتي الحق في شرطتين بعد زيرو. التلوث ده جاي منين؟ يكونش من عادم العربيات اللي برا المطعم. امشي 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 امشي. ممنوع ممنوع امشي. اما فعينك بقرة حلوب سيها طور فريزيان. صباح الفل يا سنجاتي. ممنوع يا ابني ممنوع امشي امشي. اللهم صل على كامل النور. عليه الصلاة. هو في ايه يا سنجاتي؟ يا ابني وزيرة البيئة جاية. ومال ده ومال البيئة يا باشا؟ ده بخور. ممنوع ده تلوث. ده بركة. امشي اطلع برا امشي. تعال هنا. بخرني شوية. الله 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 الله. امشي يا ولد امشي عم في عينك. يا عادل بيه طمني اخبار الجهاز ايه؟ المؤشر بينزل يا نجاتي بس لسه برضه في شرطه. لسه في ايه وهيجي منين التلوث ده؟ انا عامل كنترول اوفر على السيتويشن. فين انت يا عالم يا اللي بتشوي السمك فوق؟ مش معقول كده. جرى ايه يا اخوان؟ ما كناش نشوي السمك في قلب البلكونه هنشويه فين يعني؟ في المطبخ عشان نوسخ الشقه؟ خلاص مفيش احساس بالبيئه؟ مفيش وعي بيه؟ يا وحشين. زيرو 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 على الاخر. شفتي معاليكي جنينه؟ عملنا جنينه جدا جدا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. هو ده اللي كنا طالبينه بالتحديد. المطعم فعلا اختلف خالص. احب اقول لكم يا جماعه ان مطعم تشيتوتو انا بعتبره مثال لازم يحتذى في جميع الاماكن العامه لانه فعلا صديق للبيئه بالمعنى الحرفي للكلمه. على فكره انا اصريت ان انا اقول الكلام ده قدام كل وسائل الصحافه والاعلام النهارده علشان عاوزه كل الناس تعرف قد ايه المواطن المصري محب للنظافه بطبيعته، محافظ على البيئه بشكل حقيقي، بس نديله الفرصه. يعني انا امبارح جيت المطعم ده كان اشبه بمتخنه، كان بيئه فظيعه جدا بتجمع كل الامراض والميكروبات اللي ممكن الواحد يتخيلها. وبعدين النهارده فرق فظيع شاسع جدا. يعني اتفرجوا والفرق ده حصل في قد ايه؟ 24 ساعه فقط لا غير. شوف اعلان المطعم بمليون جنيه. مش بالسهل. انا استحميت 9 مرات النهارده يا راجل. ده انا نزلت حاجات من جسمي ما نزلتهاش من وانا في سته ابتدائي. اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. مساء الخير يا ست الوزيره. اهلا وسهلا. حضرتك صحتك عامله ايه دلوقتي؟ اوه صحه نشاط حيويه بشرب لبن. ما شاء الله ما شاء الله برافو. وحضرتك يعني كده بطلت الشيشه خالص؟ تماما. لا حد يجيب سيرتها قدامي ولا اشم ريحتها. جميل. ها تمام تمام بعد اذن حضرتك. الشباب بيشربوا ايه؟ ها الشباب؟ صح برافو والله شيء هايل. ميرسي قوي قوي. بتهيألي بقى نبدا المؤتمر الصحفي. اتفضلي 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 يا استاذ اتفضلي 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 معاك حتى الكرسي اهو زيرو. اي اسئله؟ معالي الوزير، اذا كان المواطن عندنا عنده الاستعداد ده امال ليه مش عايزين تخلصونا من السحابه السوداء اللي خلت جو القاهره والاقاليم صعب تحمله؟
يعني الحقيقه الناس كلها بتلومني انا على السحابه السوداء. طبعا هي مش مشكله المواطن، ده اكيد هي مش مشكله المواطن ابدا، انما الوزارات الثانيه للاسف مش متعاونه مع وزاره البيئه. عندك وزاره الصناعه بيرموا النفايات بتاعتهم معرفش فين، وزاره السياحه مراكبهم السياحيه دي بيرموا النفايات على طرح البحر وجوه النيل، وبعدين عندك وزاره الزراعه بقى، يعني وزير الزراعه ده لوحده ده بيؤمر الفلاحين يحرقوا قش الرز، يحرقوا قش الرز وكاوتش العربيات، قال ايه؟ عشان يطردوا الجراد، يعني يعملوا ادخنه وعوادم. طبعا كل ده بيطلع في السماء وادخنه كبيره جدا وتعمل لنا سحابه سوداء، واحنا طبعا عارفين انها لا يمكن هتختفي بالطريقه دي. كلام معاليكي، ان سعادتك بتتهم وزاره الزراعه بوجود السحابه السوداء. لا انا مش بتهم، انا اكتر من كده، انا شخصيا هطالب بتعديل قانون في مجلس الوزراء، انا هطالب ان وزير الزراعه ده لازم يتحاكم اصلا. ده كفايه، بلاش بلاش قش الرز، كفايه انهم بيرشوا المبيدات على الناموس والحشرات الزراعيه، ده كفايه على رئتنا احنا. تفتكر القانون ده هيمر بسهوله في مجلس الشعب؟ ايوه معالي الوزير، عاوزه تلبس وزاره الزراعه مسؤوليتها عن وجود السحابه السوداء. يا معالي الوزيره، يا معالي الوزيره، يا معالي الوزيرة، أنا عرفت إن حضرتك عاملة مؤتمر صحفي، يسعدني إن أنا أحضره، ده لو أذنتي لحضرتك. لا أهلا بيك يا معالي الوزير، وكويس إن حضرتك جيت علشان ما تقولوش عليا إن أنا بغير كلامي أو بتكلم من ورا ظهر الوزير. أنا بتهم حضرتك بشكل مباشر إنك السبب الرئيسي كوزير للزراعة في السحابة السوداء. ليه بقى إن شاء الله؟ أنا راجل بشتغل في الأرض والسحابة السوداء دي في السماء. سماء إيه؟ أنت دلوقتي مش بتخلي الفلاحين يحرقوا قش الرز؟ مش هو ده سبب السحابة السوداء؟ ليه بقى يا سيادة الوزيرة؟ طول عمر الفلاح المصري بيحرق قش الرز من أيام الملك مينا، عمر مصر ما شافت سحابة سوداء إلا في عهد حضرتك، ودينا سمعنا مشورتك ومشينا وراكي، كانت إيه النتيجة؟ الجراد، الجراد يا هانم هجم على مصر عشان ما لقاش حاجة تخوفه، وكان الزرع كله. يعجبك كده يا سيادة الوزيرة؟ مبسوطة؟ والله أنا ما يهمنيش بقى حكاية الجراد والكلام الفارغ ده، لأن دي مسؤوليتك أنت كوزير للزراعة، أنا كل اللي يهمني إن السحابة السوداء تختفي ومهما كان الثمن. صح، والله ما عليكي صح، أنت كده الوزيرة بتتكلم صح. أنا كمان ما يهمنيش السحابة السوداء، اللي يهمني إن الجراد ما يخشش على مصر ويرجع الأخضر واليابس وتحصل مجاعة وما نلاقيش حاجة ناكلها. يا سلام يا سيادة الوزير، أنت كده يعني صحة المواطن المصري ما تهمكش؟ وأنت قوت المواطن ما يهمكيش؟ ناخد رأي الناس. أيوه ناخد رأي الناس. أيوه إيه رأيكم يا جماعة؟ أيوه دلوقتي السماء صافية وما فيهاش سحابة سودة، ولا تحبوا سحابة سودة وكل الأمراض اللي في الدنيا تجيلكم بسببها؟ ولا الجراد ينزل علينا وياكل الزرع ويبقى جو جميل ومفيش سحابة سودة وتاكلوا طوب؟ خلاص ناخد رأي الناس، أنا شخصياً مع الست الوزيرة، أنا أحب الجراد، أنا جراداوي. انا شخصيا سحاباوي، سحابه سحابه بس ناكل. قولوا لنا انت بقى مين مع مين؟ سحاباوي سحاباوي جرداوي جرداوي سحاباوي سحاباوي جرداوي جرداوي سحاباوي سحاباوي جرداوي. السيدات والساده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اليكم هذا النبأ الهام. صدر قرار بإجراء تعديل وزاري محدود، هذا نصه: أولاً، إعفاء كل من الدكتورة نادية أبو سنة من منصبها كوزيرة للبيئة، والمهندس كريم رفعت من منصبه كوزير للزراعة. ثانياً، تعيين كل من الدكتورة نادية أبو سنة وزيرة للزراعة، والمهندس كريم رفعت وزيراً للبيئة. كانت هذه اهم الانباء. الف مبروك يا معالي الوزير، الوزاره الجديده، ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا اتفضلوا، الف مبروك يا معالي الوزير. ده بقى بيئه، احنا بقينا زراعه. اتفضلي هنا اتفضلي هنا. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، وزير خد يا اخويا ده بتاع البيئه ماليش دعوه بيه. ايه ده؟ طيب معالي الزراعه، خلاص معالي الوزير، فورا تحقيق منصب وزيره الزراعه، ايه هتعملي ايه في المشكلات الكتير اللي قدام حضرتك؟ مشكلات زي ايه مثلا؟ زي مشكله الجراد مثلا. ايه اول قرارات هتاخديها؟ يعني مثلا في حلول كتير، يعني ممكن مثلا نحرق قش الرز، ممكن نحرق كاوتش العربيات، وبعدين ده مش اختراع يعني انا اللي عاملاه، لا
ده كلام بيتعمل في مصر من ايام الملك مينا يعني. نعم يا اختي، الملك مينا ده بتاعنا اللي مخترعه من اما كنت في وزاره الزراعه. وانت ايه ناويه تلبسيني انا بقى مشكله السحابه السوداء دي؟ الله، البسك مشكله السحابه السوداء ايه؟ وحضرتك المواطن المصري قوته ما يهمكش؟ وانت يعني المواطن المصري صحته ما تهمكيش؟ يعني ايه صحته ما تهمنيش؟ يعني صحته تبقى كويسه لكن يموت من الجوع؟ يعني مسحي الهواء اهم من الاكل. يا وزير يا مثقف، في حاجه اسمها القوت الضروري مش الهواء الضروري. يا هانم، ليلى مراد قالت احب اتنين سوا، المايه والهواء، مالهاش المايه والاكل يا اختي. الاكل مهم جدا، انت ايش فاهمك انت؟ وعبد الحليم قال الهواء هوايا وزي الهواء، يعني كله هواء. انت كل حاجه عندك هواء هواء، انت نفسك كلك مليان هواء على الفاضي. يا هانم، كاوتش العربيه اللي بتمشي في الارض حتى هو ده كمان محتاج للهواء. ماليش دعوه بتهريج الميكانيكيه ده، انا كوزيره قبل ما اكون اي حاجه تانية بقول لك من دلوقتي، المواطن المصري لازم ياكل، ياكل، مش مهم سحابه سوداء ولا اطراد. ياكل لحد ما يفطس وفي الاخر هيحتاج للهواء. الحكومة وقعت في بعضين، هنعمل ايه؟ شوف، في الحالات اللي بالشكل ده وطبقا للسوابق التاريخية، ان لما الحكومة تقع في بعضيها المواطن العادي يدور على مصلحته بس، لا علاقة له بالمصلحة العامة خالص. يبقى نرجع الشيش؟ ايوه، والطبق الرئيسي في المطعم يبقى الطبق الجراد المشوي. اوبا، وديها. مظبوط يا صاحبي، مظبوط.